مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. أمن الحدود الشرقية من أمن الداخل اللبناني، والجيش على استنفاره لمنع تسلل المجموعات الإرهابية وحماية المدنيين، فيما المقاومة تسدد الضربات للمجموعة الإرهابية وتحرر الجزء الأكبر من جرود عرسال ومن الحدود السورية. ومن الحدود السورية أعلنت السيطرة الكاملة على جرود فليطة في القلامون الغربي، وقد أعلن حزب الله مساء اليوم عن انسحاب أحد مسؤولي جبهة النصرة المدعو أبو طلحة الأنصاري مع حوالي 30 من مسلحيه باتجاه قلعة الحصن شرق جرد عرسال بعد التقدم الكبير الذي أحرز اليوم في الجرود. راية المقاومة والعلم اللبناني رفرفا على مرتفعات جديدة من السلسلة الشرقية، وحزب الله دخل تباعا مقر قيادة عمليات جبهة فتح الشام في حقاب الخيل ومقر غرفة عمليات جبهة النصرة، بعدما وسعت المقاومة رقعة سيطرتها مساء وصولا إلى مرتفعات شعبة النحل الذي يمكن القوات من الإشراف ناريا على وادي المعيصرة. توازيا عين الجيش اللبناني على أمن المدنيين، وقد استهدف تحركات الإرهابيين لصد أي محاولة تسلل باتجاه عرسال ومخيمات النازحين المجاورة. وعلى تخوم بلدة عرسال أوقف الجيش بعد ظهر اليوم خضر الفليطي بعد رصده لقيامه بأعمال إرهابية لصالح تنظيم داعش وتجارة ونقل أسلحة ومتفجرات لاستهداف دوريات الجيش. لليوم الثالث على التوالي تستمر المعارك في جرود عرسال. الجيش اللبناني أحكم سيطرته على عرسال البلدة والجرود، واستهدفت مدفعية الجيش اللبناني مجموعة من المسلحين في ظهر الصفا كانت تحاول التسلل عبر مراكزه في عرسال، ويضبط محيط البلدة من الاتجاهات الأربعة ويسير دوريات مؤللة وراجلة ويقيم الحواجز الثابتة والمتنقلة على الطرقات الرئيسية والفرعية والساحات العامة، ويمنع دخول من هم من غير أبناء البلدة إليه حفاظا على سلامة أبناء عرسال والنازحين. ولاقت إجراءات الجيش ارتياحا لدى الأهالي من أبناء عرسال والنازحين السوريين، كما يستمر بالتصدي لعشرات عمليات التسلل. وبعد ظهر الأحد أوقفت مخابرات الجيش خضر ديب الفليتي من مواليد 1978 بعد رصده لقيامه بالعمل أمنيا لصالح تنظيم داعش الإرهابي وتجارة ونقل أسلحة ومتفجرات لاستهداف دوريات الجيش. إعلام حزب الله أعلن أنه حقق تقدما كبيرا في جرود عرسال، ولفت إلى أن الحزب سيطر على غرفة عمليات جبهة النصرة في حقاب الخيل شرق جرود عرسال بعدما أحرز تقدما قبل ظهر الأحد في وادي الريحان وأحقاب التبة، وكذلك تقدم على مرتفع شعبة القلعة شرق جرود عرسال التي تشرف على وادي الدب الذي أصبح تحت السيطرة الكاملة لحزب الله. كما سيطر الحزب على وادي العويني الذي يعد مركزا هاما لجبهة النصرة. ونشر إعلام حزب الله خرائط تظهر التقدم الكبير للحزب منذ بدء العملية العسكرية الواسعة في 21 تموز 2017 في جرد عرسال وجرود القلمون السوري، حيث أعلن أن الحزب حرر حتى الآن من جرد عرسال مساحة 64% وحصر جبهة النصرة بمساحة 36%. أما من جهة القلمون السوري تم تحرير مساحة 66% من جرد فليطة وحصر جبهة النصرة بمساحة حوالي 34%. كما اعترفت التنسيقيات بسقوط عدد كبير من الجرحى نقلوا إلى مستشفيات ميدانية في وادي حميد، وشهدت ساعات الصباح اشتباكات بين حزب الله وجبهة النصرة عند مدخل وادي الخيل في جرود عرسال مع تقدم ملحوظ له في عمق الوادي بعد إحكام سيطرته على وادي الخير والمرتفعات الاستراتيجية المحيطة بالوادي والمشرفة على وادي الدب. وسجل قصف مدفعي وصاروخي على وادي النسر وسط تقدم ملحوظ في اتجاه مرتفع الشيار الذي يشرف على عمق الوادي. إعلام حزب الله لفت أيضا إلى أن الحزب والجيش السوري حررا كامل جرود فليطة السورية من فتح الشام، وأنهم أسروا عددا من المسلحين في جرودها، وترافق مع العمليات العسكرية تحليق للطيران الحربي السوري فوق جرود عرسال على السلسلة الشرقية لجبال لبنان. وأفاد إعلام حزب الله عن سقوط 46 قتيلا وعشرات الجرحى من النصرة في اليوم الثالث من المعارك في جرد عرسال، وعن سقوط 23 قتيلا في جرد فليطة بالقلمون الغربي. ونقل الإعلام الحربي عن تنسيقيات المسلحين أن سرايا أهل الشام الجيش الحر أعلنت وقف إطلاق النار في جرود عرسال تمهيدا للمفاوضات،
ونشر إعلام حزب الله المركزي فيديو يظهر إنزال راية مسلحي جبهة النصرة ورفع العلم اللبناني وراية حزب الله على التلال في جرود عرسال في وقت ارتفعت حدة الاشتباكات بين حزب الله والنصرة داخل منطقة الكسرات في جرود عرسال. عرسال شيعت أحمد الفليطي الذي قضى بكمين بينما كان يقوم بدور الوساطة بين حزب الله والإرهابيين. في مأتم مهيب وفي حسرة كبيرة شيعت بلدة عرسال نائب رئيس بلديتها السابق أحمد الفليطي في موكب شعبي حاشد جال شوارع البلدة وصولا إلى الجبانة حيث وري في الثرى. الفليطي الذي استشهد بعد ظهر السبت في منطقة وادي حميد بينما كان عائدا بسيارته من مفاوضات مع جبهة النصرة كان له دور تفاوضي أيضا في تحرير العسكريين المخطوفين من التنظيمات الإرهابية، وقد نعاه عدد كبير من الشخصيات السياسية منوهين بدوره الإنساني وبحبه للبنان ولبلدته. أهالي البلدة من جهتهم نعوا الفليطي، وقالت العائلة في بيان أن الفليطي كان يحاول تجنيب عرسال والمنطقة شرور الحرب وويلاتها، أراد السلام لكن طبول الحرب أقوى، أراد المصلحة لكن الحقد أعمى. وإذ وضعت العائلة استشهاده في عهدة الدولة اللبنانية مطالبينها بجلاء الحقيقة وتاركين لها الحكم والقضاء. نظم أهالي بلدة القاع في البقاع الشمالي وقفة تضامنية مع الجيش اللبناني والمقاومة بدعم من التيار الوطني الحر في حضور كاهن رعاية القاع الأبلية نصر الله وحشد من أبناء البلدة. نصر الله توجه باسم المتضامنين بالتحية إلى الجيش ورجال المقاومة الذين يسطرون الملاحم دفاعا عن لبنان في وجه الإرهابيين والتكفيريين الذين احتلوا الجرود وقتلوا وفجروا واختطفوا. بعدها توجه المتضامنون بحافلات إلى مستشفيات المنطقة للتبرع بالدم لجرح العمل العسكرية من الجيش والمقاومة. وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي شدد على دور الجيش اللبناني في منع تسلل الإرهابيين والحفاظ على أمن المدنيين. حوره منذر المرعبي. وبعتقد أنه الكل سمع دولة الرئيس الحريري وقت قال أنه الجيش اللبناني سيقوم بعملية محددة لحفظ الأمن في عرسال، وهي يعني حقيقة منع دخول المسلحين إلى عرسال ومنع الاعتداء على أي أحد من المدنيين والتعامل مع أي اعتداء بما يتناسب معه. خوف وحيد هو بأنه حزب الله أو النظام السوري أو المسلحين يستغلوا المدنيين ويقوموا بقصفهم لأسباب معينة قد تؤدي لا سمح الله بتدخل الجيش بطريقة ما. فهذه بعتقد أنه قائد الجيش وقيادة الجيش منتبهة كثير على هذا الموضوع وحريصة على هذا الموضوع، ويعني بعتقد أن الأمور إن شاء الله طيبة بهذا الموضوع. كل الكلام اللي سمعناه من اللبنانيين ومن السوريين بالمقابل يعني حقيقة يستحق الإدانة. أكيد يعني السلسلة إن شاء الله ماشي، إن شاء الله بيكون في يعني مثل بيقولوا يعني خير للبلد اقتصاديا بهذا الموضوع. اليوم التحدي الكبير هو محاربة الفساد ومنع الهدر بهذا الموضوع، وهذا على الحكومة أن تستكمله مع خطة اقتصادية شاملة للبلد من أجل تحريك الاقتصاد بالبلد ورفع نسبة النمو من أجل خلق فرص عمل بالبلد. النازحون السوريون في مخيمات البقاع ينتظرون ساعة الصفر للعودة إلى ديارهم بعد تحرير الجرود. بالرغم من كل البؤس الذي يعيشه النازحون السوريون في مخيماتهم في منطقة البقاع الشمالي إلا أن هؤلاء يرفضون أي اتهام لهم بأنهم مأوى للإرهاب والإرهابيين ويقفون جنبا إلى جنب وراء الجيش اللبناني وكل من يعمل على الدفاع عن منطقة عرسال وجرودها في وجه النصرة وداعش. تلفزيون لبنان زار هؤلاء في مخيماتهم لا سيما في منطقة المشاريع في منطقة القاع في البقاع الشمالي وتحدث إليهم. اليوم في معارك عم بتصير بالجرود في حال تم تحرير بعض المناطق بسوريا، أنت اليوم كلاجئ سوري بتحب ترجع على بلادك أو ناطر أنه تتحرر بلادك لترجع عليها أو بدك تبقى بلبنان؟ والله إذا تحسن الوضع عندنا بلادنا نرجع على بلادنا أشرف. نحن دمنا فدى الجيش اللبناني وفدى وطن لبناني، نحن منأيد أنه ينتصر الجيش ينتصر الحزب على الإرهابيين. أنا بحيي الجيش اللبناني كتير وأنا معاهم كمان والله حيي أصلهم كمان.
كثير بتمنى انه بلدنا يصلح ومشان نرجع، وكل انسان بيتمنى هالشيء يعني، ومين ما بيتمنى يعني انه يرجع على بلده ويصلح الامور وكل شيء يعني. بالرغم من كل المأساة التي يعيشونها في مخيماتهم في منطقة البقاع، يبقى النازحون السوريون في انتظار ساعة الصفر للعودة إلى ديارهم بعدما أن يتم الجيش اللبناني عملياته وتطهير كل منطقة الجرود من الإرهابيين. من منطقة المشاريع في البقاع، شكري صباغ، بيير البيع، تلفزيون لبنان. بعلبك أيضا تتابع التطورات الميدانية عن كثب، وتشديد على دعم أهلها المطلق للمؤسسة العسكرية في مواجهة الإرهاب. بيير البيع. في وقت تدور المعارك في منطقة جرود عرسال وفي محيطها بين الإرهابيين وعناصر الجيش اللبناني الذي يسطر بطولات في هذه المعارك، تبدو الحركة أكثر من طبيعية في منطقة بعلبك وفي مدينتها بنوع خاص. الأسواق التجارية فتحت أبوابها والمهرجانات على استكمالها، كما يؤكد كل المتابعون للقضية. تلفزيون لبنان زار منطقة السوق التجاري والتقى عددا من التجار وتحدث إليهم. مختار، قد ايه اليوم انتم عم تدعموا الجيش اللبناني ولازم يندعم الجيش اللبناني بالمعركه اللي عم بيخوضها ضد الارهاب؟ نحن مو بس بدنا ندعمه هلا بهيدي المعركه، بكل المعارك داعمينه لهي المؤسسه العظيمه. هيدي اولادنا واطفالنا واهلنا وناسنا وكبارنا وصغارنا مع هيدي المؤسسه العظيمه. وين بتتجه هيدي المؤسسه؟ بدال بالطريق الصحيح وبالخط الصحيح نحن معها. اكيد، ما نحن بيئه الجيش ونحن بقلب الجيش ونحن روحنا للجيش وقدمنا خيره شبابنا للجيش، وما في بيت منا الا ما له في عسكري او اثنين، ونحن بنتمنى الجيش يكون بكل بيت عنديتنا، ونحن داعمينه ونحن واقفين معه، وشو بيتطلب منا نحن جاهزين كتجار كاولاد بعلبك الهرمل، نحن مع الدوله لابعد الحدود. نحن كلنا مع الجيش، بس الوضع عنا هون تعتير وشحار وقد ما بدك، ونحن شو بدنا نقول للدوله اللبنانيه عنا؟ يعني هون كتر خيرهم عم يحمونا وكتر يعني كثير مش شوي. وفي القلعة أيضا الأجواء لا تختلف كثيرا، حركة السواح والمدرجات تنتظر روادها حتى منتصف شهر آب المقبل. إنه مشهد سريالي عن حق، في الجرود وفي التلال معارك وحرب دائرة، وفي بعلبك مهرجانات وموسيقى تصدح حتى الصباح. أمنيا في الجنوب، أفاد مندوبنا إدوار العش أن الجنود الكتيبة الإسبانية كثفوا مراقبتهم للمنطقة الحدودية في الوزاني وعلى طول الخط الأزرق، بالتوازي مع تحليق مكثف للمروحيات الدولية فوق مجرى النهر، وذلك بالتنسيق مع الجيش اللبناني. دعا المسؤول التنظيمي لحركة أمل في الجنوب باسم لمع الحكومة وكافة القوى السياسية اللبنانية إلى تأمين مظلة سياسية داعمة للجيش في حربه على الإرهاب التكفيري. وأكد لمع خلال إلقائه كلمة في احتفال تأبيني في بلدة جرجوع أن هذا الإرهاب يشكل تهديدا للسلم الأهلي ويمثل الوجه الآخر للإرهاب الصهيوني الذي ينتهك المقدسات في فلسطين ويضع لبنان والمنطقة ضمن دائرة عدوانه. العميد المتقاعد شامل روكوز وجه تحية لأبطال الجيش وللشهداء الذين يسقطون في مواجهات عرسال خلال انطلاق ماراثون الأموع. حبينا نسمع اليوم يوم وفاء، ومن كل قلبي بقول يوم وفاء لكل الناس اللي عطيوا من زيتهم، اللي استشهدوا واللي بعدهم طيبين واللي بعدهم عم يعطوا للجيش اللبناني وللبنان. وبهاللحظة هيدي أكيد في عسكر عم بيقاتل وعم بيكون موجود بقوة بمنطقة الباع الشمالي وخاصة بمنطقة جرود عرسال. بوجه لهم تحية وبقول لهم قلبنا معهم قلبنا معهم وضميرنا معهم وروحنا معهم وكل لبنان معهم تحافظوا على لبنان وعلى كل الأراضي اللبنانية. We'll be right back.
بكم من جديد. فريق محطة الأو تي في زار القصر الجمهوري لمناسبة الاحتفال بالعيد السنوي العاشر لتأسيس المحطة. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ألقى كلمة ترحيبية قال فيها: نحن نعتبر أن الحقيقة هي سقف الإعلام، الحقيقة تجاه الوطن وتجاه المواطنين، لا نفتري على أحد، ننتقد على قدر ما نشاء، ولكن بشرط عدم التعرض لأحد بصفته الشخصية أو المحاكمة بحسب النوايا. أنا تعذبت كثيرا لأتبع هذين الأمرين في كل حياتي المهنية. وختم رئيس الجمهورية كلمته بالقول: اليوم أصبحت مصانا وقطعت سقف الأذى منذ زمن بعيد، ولكن في السابق لم يكن لدي حصانة على عكس اليوم، ولم يعفي عني أحد إلا لأنه ملزم، لذا انتبهوا ولا تمارسوا على أحد ما نرفض أن يمارس علينا. النائب محمد قباني نفى وجود لائحة بأسماء شخصيات كبيرة في لبنان ضمن العقوبات الأمريكية المالية، متوقعا زيارة ناجحة لرئيس الحكومة لواشنطن التي يرافقه في خلالها حاكم مصر في لبنان. دينا رمضان. العقوبات التي يتجه الكونغرس الأمريكي لفرضها على لبنان قد تطال، تحديدا حزب الله، لأن الأمريكيين يركزون حاليا على إيران وحزب الله بحسب ما أشار النائب محمد قباني في حديثه لتلفزيون لبنان. سعادة النائب محمد قباني، هل هناك تخوف من العقوبات الاقتصادية والمالية التي قد تفرض من الكونغرس الأمريكي على لبنان، وما هي التداعيات، وكيف ترى نتائج زيارة الرئيس الحريري ومعه حاكم مصر في لبنان إلى الولايات المتحدة؟ نحن لما رحنا من شهر ونص أكدنا لهم أنه لبنان له عمادين اللي هن القطاع المصرفي والجيش، طبعا الجيش مع قوة الأمن الداخلي. وأنا برأيي أنه زيارة الرئيس الحريري اليوم إلى واشنطن طبعا هي عم بتكون بفترة دقيقة اللي هي معارك عرسال، فبعتقد أولا العقوبات ما حتطرطش يمين وشمال، هي ستتركز على حزب الله وعلى بعض المؤسسات الخيرية المرتبطة بشكل واضح وعلني مع حزب الله. طلع إشاعات على أسماء كبيرة ما في منها، لأنه المسودة من يومين انعملت وما في منها هالأسماء، فبالتالي أنا بتوقع إن شاء الله النجاح لزيارة رئيس الحريري وأن يلقى أذانا صاغية في واشنطن. وعن حجم ونوعية العقوبات قال النائب قباني: هلأ هذه العقوبات بتطال إما أشخاص أو مؤسسات بالنسبة لحساباتهم، بيمنعوهم يكون عندهم حسابات خاصة بالدولار الأمريكي لأنه هو العملة العالمية الرئيسية، وبالتالي بتصير المصارف اللبنانية يلي عم تتعامل مع نظرائها من اللي بسموهم المراسلين، البنوك المراسلة، يعني كل بنك لبناني حتى يقدر يتعامل بالدولار بده يكون في عنده مرجعية بنك أمريكي موجود بنيويورك، وبالتالي كل شيء بالدولار بيمرق من خلال هذا البنك الأمريكي. فإذا في يعني جهات لها علاقة بحزب الله وعما تتعامل بالدولار بدها توصل للبنك الأمريكي، وهذا بده يضطر ياخذ يعني عقوبات، وبالتالي هذه كثير بتأثر جدا على المصارف اللبنانية ويمكن بتسكر البعض منها. قباني أكد أن القطاع المصرفي حريص على الالتزام بالعقوبات ويفهم ما هو المطلوب منه. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود رأى أن زيادة الأقساط المدرسية غير مبررة، مؤكدا لتلفزيون لبنان أنه سيتابع تطبيق السلسلة عمليا. دينا رمضان. بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، كشف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود في حديث لتلفزيون لبنان أن الكلام عن زيادة الأقساط المدرسية أمر غير مبرر. مشروع السلسلة بصيغته النهائية بعد ما صار فيه تعديلات بعد ما طلع، وتانيا لنشوف فعليا موازنه المدارس كيف كانت تنعمل، واذا في شيء بيبرر فعليا رفع اقساط، بظل انه نحن مطالبه بالسلسله كان لها 5 سنين وكل سنه كنا نشهد اذا مش من كل المدارس من اغلبيه المدارس زيادات بالاقساط مبرره تحت عنوان جاي السلسله وجاي غلا معيشه، يلي بذكر لحديت هلا اكثر من 80% من المدارس الخاصه ما عطتها لمعلمينها. عبود رأى أن لجنة الأهل في المدرسة ومصلحة التعليم الخاص التي تتلقى الموازنات المدرسية وتوافق عليها تستطيعان البحث في موضوع الزيادة. نقيب، كيف تحتسب الزودة بالنسبة للمدارس الخاصة؟ نظرياً
65% من الموازنة لازم تكون ما يسمى رواتب وأجور، وفي 35% محصورة بتطوير المدرسة، تطوير المناهج والحجر كمان. إذن بالنتيجة حسب هيدا القانون المدارس منن مؤسسات تجارية، يعني بيقولوا إنه مؤسسة لا تتوخى الربح. عم بيقولوا لي إنه والله قدي طلعت نسبة الزودة، بما إنه الرواتب هن 65%، معادلة بسيطة بدنا نرفع بنفس النسبة هال 65%. الشيء اللي منه كتير منطقي، لأنه بالسنوات الماضية كانوا عم يرفعوا الأقساط بنسبة القانون عطيها للمدرسة 10% حق إنه ترفع كل سنة. بدنا نتأكد المدارس اللي استفادوا من هال10% على مدى 4-5 سنين تطلع نسبة زودة يمكن تتخطى النسبة يلي مطلوبة للسلسلة. النقيب عبود أكد أن النقابة ستتابع تطبيق السلسلة عمليا. المجلس النواب اللي بيطلع القانون، بس تطبيقه على عاتق المدرسة الخاصة، وبالرعاية بدها تكون هون من وزارة التربية كمان. إذا بدنا نشوف كيف بده يتطبق هيدا القانون اللي نحن ناطرينه صارنا كذا سنة، وبدنا نشوف إذا رح تحترم بنوده. مرحلة تانية، كل القوانين ما رح طالب أنا بتعديلات ولا شيء بالمجلس النيابي، بس رح طالب وبإصرار إنه كل قانون لو في مدرسة واحدة بلبنان ما عم بتطبقه بدي لحقها لحتى لتطبقه. عم بحكي عن القوانين مثل يعني ساعات التناقص، مثل دوام العمل يحترم، مثل طبيعة العمل والعقود اللي بتنعمل على 9 أشهر أو 10 أشهر يلي كلها مخالفة للقانون. أهلا بكم من جديد. الفنان اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف يشعل ليل بعلبك، وحركة زوار افتقدتها المدينة منذ زمن. لم يكن ليل بعلبك بالأمس عادياً، إذ وفد إليها أكثر من 4000 زائر من كل المناطق للاستمتاع بالعرض الموسيقي الذي قدمه الفنان اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف، والذي عزف للحب والحياة. معلوف عزف على معظم الآلات الموسيقية لأكثر من ساعتين، متنقلاً بين البوق والبيانو والأورج، وكان مخرجاً للمشهدية المسرحية، كما قدم مقطوعة تكريمية لكوكب الشرق أم كلثوم وللفنانة العالمية داليدا. انتهى الحفل وغادر الجميع القلعة، فيما ستبقى ذكرى هذه الليلة من أجمل ليالي صيف بعلبك 2017. في جديد التطورات في الأراضي المحتلة، إسرائيل تدرس خيارات تخفيض استعمال البوابات الإلكترونية، واجتماع استثنائي طارئ لمجلس الأمن الاثنين ولوزراء الخارجية العرب الأربعاء لبحث تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية. وسط تحذيرات من جنرالات إسرائيل من احتمال تصاعد العنف، يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البدائل المتاحة للبوابات الإلكترونية التي وضعت عند المداخل المؤدية إلى المسجد الأقصى، والتي أطلق تركيبها شرارة أسوأ مصادمات مع الفلسطينيين منذ سنوات. وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد إردان أشار إلى أن إسرائيل قد تستغني عن أجهزة الكشف عن المعادن للمسلمين الداخلين إلى الحرم القدسي بموجب ترتيبات بديلة يجري بحثها، ربما يكون من هذه الترتيبات تعزيز وجود الشرطة عند المداخل وتركيب كاميرات. وأظهرت لقطات حصلت عليها وكالة رويترز أن الجيش الإسرائيلي عمد فعلا إلى تركيب كاميرات ذكية جديدة على بوابات المدينة القديمة في القدس. نتنياهو أعلن قبل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أنه يدير الأمور بهدوء وعزم وأحساس بالمسؤولية، مضيفا أن الإجراءات الأمنية ستتقرر بما يتفق مع الوضع على الأرض. الإعلان عن هذه الإجراءات يلقى معارضة داخل حكومة نتنياهو اليمنية، عبر عنها وزير التنمية الإقليمية الإسرائيلي وهو من كبار الأعضاء في حزب الليكود الحاكم، الذي أشار إلى أن البوابات الإلكترونية باقية، قائلا إذا كانوا لا يريدون دخول المسجد فدعهم لا يدخلونه.
من ناحية أخرى أصدرت المرجعيات الدينية في القدس بيانا قالت فيه إنها ستواصل معارضة أي ترتيبات إسرائيلية جديدة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعهد بعدم السماح لإسرائيل بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى مقرا بصعوبة الأمور. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا إسرائيل إلى السماح للفلسطينيين بأداء الصلاة دون أي شروط، فيما رفع البابا فرانسيس الصلاة على نية السلام. وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أن القدس خط أحمر. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.